اليوم عيش حياة العزوبية وحياة من انت صغير. شوف اللقطة وسوي تاق صاحبك اللي تتمناه يكون وياك. خليكم 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 خلي خليكم روح ابو خليك خليك خليك. طبعا احنا قلت لهم اليوم اريدكم تكونون على الطبيعة. الطبيعة اللي هي شنو؟ ايام الطفولة، ايام الصداقة الزينة، ايام السنجل، ايام العزوبية. طبعا كل حياة لها اختلافها، لكن بحياة الانسان تبقى مرحلة من الحياة انه ما تقدر تنساها. شو تقول بالعمل؟ والله صحيح، يعني حياة العزوبية كان بيها طعم، وحياة الزوجية اكيد بيها طعم ثاني يختلف. طعم من ولا وقت. طبعا كل من له وقت. فريد خو جاوب قال كل من له وقت، يعني كل حياة لها وقت. اي صحيح لها وقت. فانت ابو العباس سؤال، احنا نشتاق لهاي القعده الحلوه، نشتاق لها الله شاهد، هاي العزوبيه مال شغلات القبيل والناس الطيبه والجيل الطيبين. والعمر هو العمر، اي الجيل الطيبين وهاي الناس الحلوه كانت والتطيب. شوف انت والخير والبركه كانت كلها هاي موجوده بالقبيل هاي الايام كلها. والاصدقاء حمودي، الاصدقاء كانوا اصدقاء، يعني مو هسه مثل هاي الوقت. هذا الصديق هيك بس سلام وفي مولا. صحيح الصديق اخ، الزمن تغير، اخ اخي، اخ اخ اكثر من الاخ، اكثر من الاخ. يعني انا كنت اكل بالبيت، اتغدى اروح اشرب شاي وين يم صديقي. الله اكبر. والله وكانت بيوتنا اتذكر، يعني كان كل بيت باب الديوانيه اللي برا يفتح الباب ويطب، عافيه على مود يفتح ويطب. وكان اكثر شيء شوفوا هاي النومه، رادوا يعدلون الفراش، رادوا يعدلون كل شيء. قلت لهم كل شيء راح يعدل، خلي يعطل هاي النومه. شوف الفراشك، انه تقرب فراشك على صاحبك وعلى نسيبك وعلى صديقك، تحس انه تحس بيها طعم يختلف، وترجعنا شويه من الماضي، ترجعك تنسيك هاي الدنيا. هاي الدنيا اللي متروسه دغش وفساد اداري واخلاقي. صديق ماكو، صاحب ماكو، على الاسف والله. ها والله روح ابوك وحق موسى بن جعفر باح. انا نزلت فيديو قلت انا بعد ما اسوي محتوى هادف، لازم اكون اني بالمستوى المطلوب من المجتمع. صح، يعني العالم قامت انه تقدم لهم فد رساله فد فيديو بشي ما حد يقلبك. أيه. ما حد يقلبك. اصبحنا في مجتمع فاسد، مع احتراماتي للمحافظين على التقاليد وعلى يعني التقاليد والروح القديمه. ماكو سوى الطيبه، طيب الطيب طيب. هي الدنيا ما تغيرت، الناس تقول الدنيا عاليه، اخلاق عاليه، والمربى يبقى مربى. الف رحمه على رحمه وتاك. بس هي الدنيا باع، احنا هواي نقول الدنيا تغيرت. اي احنا الدنيا ما تغيرت، البشر تغير. اي صح، نفس الايام الاسبوع، نفس هذه. لا احنا ليش نفتقد؟ يعني بابا احنا هسه بجريمه صدق والله العظيم. ايه. قسما بالحسين، يعني هسه كل واحد من عندنا داخله جزه شنية. هاي احنا هاي النومه انفقدت. ايه. اليوم كم واحد من متابعينا اريدكم تعلقون، كم واحد يتمنى انه ينام هيك نومه يوم صديقه؟ شوف انا نزعت التيشيرت شمرته هنا، شمرت قمصلتي ايام الامان، ايام احنا هاي افتقدناها. ابسط شيء بالحياه، ابسط شيء. يعني تعرف شلون؟ فالحياه الزوجيه اكيد بيها فرق، والحياه الذكريات. فمو صعب، ترى مو صعب ان الانسان يعيش ذكرياته. صح، وشكو بيها؟ احنا نقدر نعيد الذكريات. تقدرون، انتم هسه تدفعوا لي. نقدر نعيد الذكريات عليكم الله. يعني اللي يسوي مثل قعدتنا يسوي لي سكرين شات او يسوي لي فيديو وانا نشره، امانه الله ورسوله. عيدوها. صح. عيدوا هاي روح الاخوه، روح والله ماكو احلى من عدها. ماكو احلى من عدها. الله شاهد ورقيب. شوف هسه احنا جودليه ومخده اشياء بسيطه، يعني وباوع بقلاوتك وبسيك وتقعد الليل كله ونرقيتك دي عمر بيها فريد. قلت لك خوفا من الحقوق على الفيسبوك. اذا علاوي خلف الكواليس اليوم ضيافة علاوي القرغوضي عديلي، ان شاء الله صحة وعافية. طبعا انا وعديلي علاقتي زينة، ويا نسيبي طبعا ابن عمي ونسيبي، نسيبي ابن عمي وعديلي، وعلاوي خلف الكواليس عديلي ايضا.
فقولوا لنا شلون علاقتكم ويا نسابتكم وعدايلكم. احنا هاي القعده قبل كم سنه احنا قاعدين. الله تنعاد. انعادت لولا. تنعاد الحمد لله. الله شاهد ونقيب. ينام بصف الثاني وواحد يشاق ويا الثاني والملابس. احنا فرحانين بمحمود يعني احنا صرنا وايد مساكين. الله يحفظكم الله يحفظكم. وايد وايد صرنا مساكين. الله يحفظك. يعني انا صار لي سنه ونص وشايفك. احنا العيد احنا بس احنا الحلو بينا من اجى حمودي احنا بعد احنا يعني الدنيا تنفتح قدامنا. حتى نوم ما يجي. رحمة الله على ربنا. حتى نوم ما يجي. نوم اصلا ما يجي نريد نشبع منه شوف. يسع يا رحمة الله. يعني هذا طيب. يعني هذا الرجال طيب. الله يحفظك. اخلاقه عاليه. الله يعزكم. حباب. يعني يوقف للناس يوقف للعالم العم الغالي أصله طيب جماعتنا حبايبنا عيدوا انتوا هاي اللقطة ويا نسيبك ويا عديلك ويا صديقك حتى المتابعين خلي يعيدوها هو راح يعيدوها ايه انا اقول لهم عيدوا دزوا لي اياها المتابعين كون هاي كون هذا الاصل مالنا هذا اصلنا هذا عمي. الاصل عمي هذا اصلنا الانسان ذا هذا مال جيل الطيبين هذا مال الثمانينات المصريين يقولون من فات مرضيه اكبر واحد قاعد بالجلسه مع احتراماتي على راسي ودي عمي ها انا اكبر واحد هذا كنا احنا نسويها بالثمانينات عمي موجوده هاي كانت يعني كنا عايشين حياة بسيطة بس حلوة حلوة, حلوة. حلوة. والله حلوة قسما بالقرآن هسه احنا قاعدين ما حد قلب بالتليفون ما حد قلب ولا قلبنا قاعدين سوالف نسينا التليفون نسينا كل شيء الحمد لله رب العالمين تحياتنا لكم تصبحون على خير.